بالحديث إذن عن الصراع بين أطراف العملية السياسية وشركائها، واعتراف برهم صالح بأن العراق بلا سيادة وطنية منذ عام 2003. معنا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. مرحبا بك أستاذ زياد معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله وكل مشاهديكم الكرام، حياك الله في الكريم. وحياك الله. إذا برهم صالح اعترف أخيرا أن العراق منزوع السيادة وهو دولة ضعيفة منذ عام 2003، هل اكتشف برهم صالح هذا الأمر الآن أم أن لهذا التصريح أهدافا أخرى؟ لا شك بأن تصريح برهم صالح للسي إن إن الأمريكية له أهداف أخرى، فأكيد الرجل باعتبار أنه جنسيته بريطانية هو يتحدث اللغة الإنجليزية بلباقة، وهو يتحدث إلى شبكة إعلام مهمة جدا وقناة مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية ولها متابعين، فبكل تأكيد لا يريد أن يسخر منه المتابع السياسي أو الشعب الأمريكي عندما يصرح بأن لنا سيادة. أكيد هو ذكر حقيقة يعلمها الجميع بشكل عملي في العراق، ولكن هو أراد أن يستميل القرار الأمريكي بطريقة أو بأخرى أو الموقف الأمريكي عبر هذا التصريح الذي هو أقرب إلى الواقع وأكثر حقيقة من للمشهد السياسي في العراق، ولا يريد أن يدخل في دوامة الصراع المقبلة في العراق إن كانت ستحدث، خاصة بعد تنصيب الكاظمي. ألا يتحمل إذن برهم صالح وشركائه في العملية السياسية هذا الـ 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 هذه النتيجة بإيصال العراق إلى هذا الضعف والوهن الحالي؟ وكما تعلم برهم صالح مشارك منذ عام 2003 في قيادات الحزب الكردستاني. نعم، هو بالحقيقة كان ضمن حزب الاتحاد الكردستاني ومشقة، ثم عاد إلى حزب الاتحاد شريطة أن يتولى رئاسة الجمهورية العراقية. ولكن علينا أن يعني ندرس خلفية الرجل. الرجل هو أكثر من مستفيد في تمزيق العراق وعدم وحدة العراق وعدم سيادة العراق، كونه أحد الذين يدعون إلى انفصال إقليم كردستان، وهو الذي أمام الملأ أعلنها ووقع في استفتاء من طرف واحد على انفصال شمال العراق وخاصة محافظة يعني السليمانية وأربيل وكوك وأراضي كثيرة تابعة إلى العراق تم قضمها من محافظة نينوى وكركوك وديالى أيضا. لذلك هو من المستفيدين من هذه العملية. إضعاف العراق هو الحقيقة مكسب لكل الأحزاب التي اليوم تسرق من هذا العراق. لا ننسى هناك سرقات نفط، هناك فساد، الحقيقة الكل مشارك بطريقة أو بأخرى، لكن هو هدف أسمى يعتبر لهذه الأحزاب التي ارتضت أن تعمل مع إيران والحرس الثوري الإيراني ونظام خامنئي. ولذلك هو لا الحقيقة يمتعض من تمزيق العراق أو عدم وجود سيادة للعراق، وهو شكل ديكور، مجرد ديكور. الرئيس العراقي لم يستطع أن يقول كلمته علما أن العراق مر بفترات حرجة، ولعل ما حدث من تكليف وتكرر خير مثال على ذلك. الآن صحيفة المونيتور الأمريكية ذكرت أن هناك توافقا أمريكيا إيرانيا على تسمية مصطفى الكاظمي، في أي سياق يمكن أن تقرأ الموقف الأمريكي والإيراني وموقف الأحزاب داخل العراق من هذا؟ نعم، بكل تأكيد الكاظمي هو ابن النفوذ الأمريكي في بداية احتلال العراق، واستطاع أن يعمل مع المعارضة العراقية في خرق الكثير من الأكاذيب عندما قدم نفسه زورا كصحفي وكإعلامي وسرق الكثير من الأرشيف العراقي وغيب الكثير من الحقائق. لذلك الأمريكان لديهم ملف كامل عن الكاظمي الذي تسنم منصب رئيس المخابرات العراقية ولعب دور فعال بطريقة أو بأخرى ما بين الأمريكان وما بين الإيرانيين في داخل العراق، ويعتبر هو حل وسط وتفاهم بين الإيرانيين الذين استقطبوه والحرس الثوري الإيراني، كونه أخفى الكثير من المعلومات والحقائق مثل السجون السرية، مثل الاعتقالات، مثل المغيبين، مثل سرقات الأموال العراقية. كونه مدير مخابرات لم يستطع أن يكشف جريمة واحدة، ولم يستطع أن يكشف
شبكة تجسس واحدة كمدير مخابرات، والعراق مرتع لهذه الشبكات التجسسية من كل المخابرات الإقليمية والدولية، ويعتقد بأنه مناسب مثل عادل عبد المهدي كونه ضحيف ولا يمتلك لا خلفية علمية ولا خلفية إدارية، وكل ما يستطيع أن يقدمه هو توافق أمريكي إيراني مثل 2003 وما بعد 2003، ولذلك يجدونه الشخص الأنسب وهو محل توافق إيراني في هذه المرحلة التي تحتاجها الأحزاب، كون إدارة ترامب قليلا ما تشددت بالفترة الأخيرة، وهناك تصعيد ما بين الميليشيات والحكومة والجانب الأمريكي. ولكن هناك تذبذبا بين التأييد والرفض بين من قبل الميليشيات والأحزاب في العراق، وإذا كان هذا التقاطع بين هذه الأحزاب والميليشيات مصلحيا، فهل يمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة، ولا سيما بعد تهديد أحد قادة الميليشيات بحرق البلد إذا خرج ذلك عن مصلحتهم؟ الحقيقة عرفنا دور الميليشيات وضعف هذه الميليشيات، خاصة بعد استهداف قائدهم نائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والزعيم الأبرز سليماني قاسم سليماني في غارة لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، لم يكسروا إجهام الاستعلامات للسفارة العراقية عندما أرادوا الدخول لها. الحقيقة هو مجرد استعراض عضلات فارغة، ويزايدون ويعرفون حجمهم بشكل جيد، ولكنهم نعم يضحكون على السذج للأسف الشديد، ولكن الشعب العراقي أوعى من عندهم، والشعب العراقي استطاع أن يقول كلمته بمظاهرات ولمدة أشهر طويلة، وربما بشكل أكيد ستستمر هذه المظاهرات بعد انتهاء جائحة كورونا، ولذلك يريدون زيادة شعبيتهم بهذه التصريحات هنا وهناك، ولكنهم بكل تأكيد فارغين، ويستمدون قوتهم من هذه الحكومة البائسة والدعم الإيراني المباشر والحرس الثوري. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري.